لا كان والله لا اضرب سيفه من حديد. والله جواسيسك شغاله صح. ايه والمشكله ان الخوف ان الجاسوس يقلب على انا. ايه اقول نصيحتي لك اضرب عصا من حديد. ازهلهم 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 والله هذول ما انعطون وجه. والله تدري وش الحل ذا الحين؟ الحين انت عازهم ومشيخهم وحاط ومعطيهم الثقه الكامله ومعطيهم الصلاحيات ومعطيهم مطلق الصلاحيات وفي النهايه يقلبون عليك. الوعد قدام والله العظيم ان حقهم قرار بسيف من حديد يكسر ظهورهم. اضرب كل واحد عند اضرب القريب ليتعظ البعيد. بعدين الجاسوس ذا يا ولد وش الجاسوس الهش ذا؟ خلاص كلمة تودي كلمة تجيبه شوي اصدر قرار بحقه. والله يا اخي انا عندي قرارات الساعة 2:30 3 باذن الله وري الشغل. انا من رايي زي ما قلت لك قرار صارم. اول شيء في راس الجاسوس الهش ذا جيب لك جاسوس صح. طيب يا سلام هذا يثبت ويقعد على على كلمة واحدة. أنا المشكلة أني موظفك في الأخير تجسس علي أنا. لا مصيبة يعني ما مداهم يثنون كلمتهم كذا ننقلب على العمدة. قال إيه والله ننقلب على العمدة على طول. أعطاهم الضوء الأخضر أبد. ها أنا مسلالة كفو. أنا مسلالة جاسوس كفو يا أبو حمود. عطهم والأدهى والأمر الثاني مهند المعاون تسمعون قرار فيه شوي بعد. عطه أزهل 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 أزهل. أنا ما عندي خيانة ما عندي مرة. والله حقه موظفنا الرياجيل ومعطيهم النقاط وعازهم ومعطيهم الصلاحيات وفي النهايه في في في, في اقل من توي مثني عليهم ذا الحين. المشكله المشكله يعني وش هو الشيء اللي خلاهم يفكروا في الانقلاب؟ انا ادري يعني كل شيء متوفر له. العمده اللي بيجي بدالك والله ما يعطيهم ربع معطي. تدري المصيبه وش هي؟ ان واحد جاسوس وواحد معاون لو انهم يعني اعدان وقول معقوله يعني ركان جاهم على طول و اي والله قلبهم والله حركهم طيب. فيه شوي والله لو وصيك لو وصيك ازهلهم 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 ازهلهم. قرارات صارمة الجاسوس. انا قراراتي الجاسوس ذا غير الجاسوس ذا بدمره شوت على طول بدمره شوت اخلي عبرة حتى وهند امسك اذنه. شفت الجاسوس ذا بيكون عبرة حتى العمدة اللي بيجي بعدي. كفو ازهله كفو ازهله. والله ما عاد يحطونه لا جاسوس ولا معاون والله ما عاد يطبه. خرب سمعته. ايه اما مهند شغله عندي خل بس شوي. ايه هذا الخطة مكشوفة مكشوفة مكشوفة. أنا كشفتكم ولا اللي بلغت العمدة. من الحشمة هذا أنت تدري يا دويا أن أخباركم وصلتني قبل تصلون. يا رجال اقعد اقعد اقعد. قراري يصدر الآن. جاسوس ما عندي لين تنتهي العمادة. والله الجاسوس القرار الثاني مهند لين ينتهي البث الليله ما انت معاول من بكره تبدا. العمده سامج اسمع. والله العمده سامج. احنا ما اسمع تعال ابو حسن في قرارات عندي في قرارات صارمة يا ابو حسن في خيانه. طيب في خيانه انا داري اي نعم وصلت لي اخبارهم قبل يصلون. قرصان القبطان قرصان قرصان يا سيدي بالله قرصان قرصان. انا اخذ عليه انا اخذ الاوامر يا شباب. انا وش قلت لكم؟ اسحب عليهم شين الكيس. مهند انت وراكم كلم كلم. انا وش قلت لكم اذا جاء ثلاث ساعات شو يصير؟ روق كم بسطون روق. انا جوي معكر من المساعدين. طيب شو يعني بيضبط؟ طيب 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 هنا جاسوس. شوت 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 يا ابو محمود. برا 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 صديق عشان ثلاث تسعات بس ابو دار. يا مرحبا ثلاث تسعات يجعل الجميع سعيدا. الحمد لله اطلعت برا اطلعت. هذا لك ماشي من ثلاث تسعات ترى. الحمد لله مهند ركان ماشي من ثلاث تسعات. انا مرشحك واقف معك وخاين تلي جعلني ما خلى منك. يلا يا ترى قوه عزب تلي جعلني ما خلى منك. ضبط وضعك بعدين تكره تكره سوي تحسبني بضحك على الشيخ. ترى انا جاسوس انا انتظرك صدقني لا كسر كل رؤوسهم كلهم. انت كيف تثق في جاسوس؟ جبت لك اثنين جاسوس كيف تثق فيه؟ كفو انا ما وثقت فيه. انا خليته يعرف مقدار نفسه اني اقدر اضحك عليه. انا جاسوس. انت ما انت جاسوس. على ايش يا جاسوس؟ انا جاسوس. القي بكلماتك كاللهب واحرقه بكلماتك. انت حريقه وانت ثلج وانت محروق والعمده طفايه. نايف الاكل بيتسع. نايف الاكل بي اتمنى انك تفهم مع تفاهم نايف. كبر العمر كبر السن ابو حسن انت بلاط مرسل البرادي. ترى يا رجال لو وصلت حد ترى يا رجال ترى رجال زعلت مالكم حيله
اقعد يا رجل خلنا نسوي ذا يا ولد الرياجيل الرياجيل وصلت لعلومهم قبل يجون كل شيء مباح تكفى الرياجيل وصلت العلوم هنا خرب هنا من الراس الكبير راح خرب وما جاء مين الراس الكبير انت بس ايش غلط ام 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 امنا تمام العمده الله تاو 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 انت يلا يلا روق قلت وياك سلم نفسك سلم نفسك اعتذر من اعتذر من العمده اسمعني بتكلم اعتذر من العمده لا تصير اعتذر من العمده اسمعني يلا شوت يا عمده شوت 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 يا عمده شوت ترى انا ما اخندك راكان راكان مو راكان ترى اقوى تهديد عند العمده يقول اسمك بصوت عالي ابو اصبع والله العظيم هذا انا من يوم قلت شفت اقوى تهديد عند انا قلت شخصيتك يا عمده انا اثق في راكان نعم لله يومين يبغى ينزل اصبعه عشان يشوف شغله يعيش الرياليتي الاصبع الثاني معي ورافض الاصبع الثاني يقول والله العظيم ما ينزل الاصبع اللي جنبي لا ننزل معه والله عشان كذا انا اثق فيه شكرا لثقتك والكلام هذا اثر فيه على الزمان يزول الامان المعاون الجبان وقف زين تغري راكان انه يخون العمده يا جبان والله يا جبان يا جبان يا جبان يا جبان حطه كذا يا جبان يا جبان يا جبان لا 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 الا الغتره قايل لك اقلب ما ينسمع ايش تقول خنوني اسمع خلاص روق روق مو بزعاج زين والله يا جاتنا اخباركم سمعت صوتي لا لا تكفى يا ركان لا 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 كل شيء صح ترى كل شيء لمن يلا روق روق ثلاث تسعات معنا ثلاث تسعات فهد ايش السلاح فهد تدرون وش السلاح القوي خربت قلبت مهند عليك والله هذا سلاحك والله انك خربت قلبك ثلاث تسعات هذا سلاحك روق على العبوديه هذا سلاحك يوصلني للعبوديه نعم يوصلني للقوه نعم يوصلني للرئاسه نعم مهند لا تعطيني افكار هذا المنتج صدقني اقدر اولع فيها كنترول لا ليش شاري فيهم شاري طلع اذا طلع مشاري أولهم أبو عيسى تكفى اللي كل ما سويت شيء واستانست في الرياليتي قال أزعازعي تعال أزعازعي تعال عاقبني عذبني في حياتي أبو عيسى حطت سكر يا أبو حسن كل شكر لأحد أبو عيسى فك لف كذا شاهد ثلاث تسعات اللي بيزعل علي عيالي يتذكر أني في شاهد ثلاث تسعات الله يتذكرون في ثلاث تسعات لا تزعلون علي الشيء هذا خلينا مبسوطين الرب طيب اصبر اتوقع اني اقدر افوز بكل شيء اذا حطيت ذي هنا ما اني كل كذا بس يلا عشان ثلاث تسعات سلمت يا ابو حسن اقعد حط سكر لا بحطها هسه يلا والله يضحكنا ليه العيب فيكم خرب انت تشوفون لا 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 خرب هذا سمعناك نسمع ليش خرب سمعناك تكفون يا رياجيل الواحد يتكلم لحاله كانكم اول اسبوع في البث كم زياده لك نبي احبك من يوم صبي